السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب بالرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم. أول ملف ويانا هو ملف حكينا عنه هواية، هو ملف الكوادر التعليمية بمحافظة البصرة. المعلم أو الأستاذ المدرسي اللي انغبن حقه من سنة 2003 لحد هاي اللحظة. حكينا سابقا شنو صار بالبصرة من وعود حكومية أنه راح تتوزع قطع أراضي على المعلمين بالمحافظة، لكن لحد هاي اللحظة هاي الوعود مثل وعد عرقوب. المهم معلمي البصرة انتفضوا وحكوا وقالوا يابا نريد الوعد أو نتظاهر. وراها الظاهره، ولان الوعد ما تنفذ، وهمين قالوا نريد الوعد او نعتصم. ولحد هاي اللحظه تظاهرات المعلمين بمحافظه البصره مستمره، بس حتى يحصلون حق من حقوقهم وهو قطع سكنيه لهم. تظاهرات اليوم اللي صارت قدام مبنى محافظه البصره طالبوا بيها بحقهم الشرعي، قاع سكنيه لهم وتتوزع عليهم حالهم حال باقي الموظفين بالوزارات الثانية بالعراق، وهاي هي التظاهرة. رجاء بتو خلال ساعة دا مدير التربية ما اجا وقف ويانا نطالب به، قالت والله ما نرجع القرار مدراء المدارس القرار لكم، انتم بتقررون القرار لكم، خلينا نسمع ايش تقول. القرار لكم مدراء المدارس، القرار لكم، انتم بتقررون. هاي التظاهرة طلعنا لكم مقطع من التظاهرات قدام مبنى مجلس المحافظة. هالمقطع الثاني مبين لكم مشاهدين الكرام بعض الكلمات واللي وجهوها مجموعة من اللي شاركوا بهاي التظاهرات من الكوادر التعليمية والتربوية بمحافظة البصرة قدام مبنى المحافظة، وطالبوا بها بحقوقهم من توزيع الأراضي وتفعيل قانون حماية المعلم وبناء أو تأهيل البنايات المدرسية المتهالكة بمحافظة البصرة. خلونا نسمع سوية. منتسبي التربية وموظفي التربية يفترشون الأرض بالشوارع مقابل ديوان محافظة البصرة، طالبوا مرارا وتكرارا خروج المحافظ حتى يسمع مطالبه، للأسف استجابة ماكو. ما معقول اليوم أنا أطلب يلا حصل قطعة أرض، هاي الناس مستحقة، وكو ناس طلعت تقاعد ولا زال بدون قطع أراضي، وجاي يفترشون الأرض بالإيجارات، بالتالي شريعة التربوية رواتبها ضعيفة حتى ما جاي تتحمل الإيجارات. مستمرين يعني معقولة خطوات أخرى المحافظ جاي يترفع عن مقابلتنا، محافظ بابل ب 15 تربوي طلعوا تظاهرة قابلهم وراح يطلع 44 يقول لهم تعالوا أنتم تربوين واستقبلهم ديار محافظة بابل 15. بعض الوزارات استلمت قطع أراضي وطاها السيد محافظ البصرة بدون تظاهرات واحتجاج، مو بس يقولون كاد المعلم أن يكون رسول. هاي قبل أستاذ ليش ما مطبقة هاي بالعراق؟ عزيزي المؤامرة يبتك تنتهي على التعليم بهذا بلد. إذا تنتهي المؤامرة على التعليم ما يبقون صراحة، هم يقولون يهمشون التعليم حتى يخلقون شعب جاهل مهمش بدون راتب بدون قطع اراضي، حتى كل انتخابات يقول تعال نطيق نعترف وانتخبنا نعينك وانتخبنا. وانتم جاي ما يتهمش بوجود ان شاء الله ما يتهمش، ثم جاي يستخدمون قطع الاراضي لان يعرفوننا بسهم فاشلين، ما يفوزون الا بهاي الطرق المتوينه، نعطيكم قطع اراضي ونعينكم، وهاي الحبل على الجرار يبقون ما يطلبون قطع اراضي وما يعينون العالم، والثروه بس ملك يمينهم ما كنا ملك الشعب. ما
احنا نعود احنا نعود على التربوين يغيرون هاي المرة، يغيرون هاي الوجوه كلها اللي تترفع عن مقابل التربوين. احنا نعود عليهم هذا احنا باكر راح يصير اضعاف، وعقب باكر اضعاف وما نرجع. ومدراء المدارس قالوا كلمة لحد استرجاع الحقوق، ومدراء المدارس قالوا كلمة احنا وياهم شو قرروا احنا وياهم. يلا بالارض اسمعكم كلكم. الله المحافظ 14 سنة عمرها قدام وياي نفس الغربة. يا يرضى يا يرضى والله قولوا يا يرضى. شباب خدمت 16 سنة أنا مو صغير، أنت 40 سنة عمر جبتها من عمالة من كراب من حمال من 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 لما ما وصلت هاي وهي نتيجتها. هذه مشاعر الناس أو المعلمين اللي يشتغلون بمحافظة البصرة. كالعادة كالعادة عندنا تظاهرات، تتوقعون القوات الحكومية تعوفها؟ بالتأكيد لا، لازم عندهم بصمة، لازم أكو بصمة للقوات الأمنية بهاي التظاهرات، بس مو بصمة خير أبد. كالعادة اعتدت هاي القوات بالضرب على المتظاهرين من الكوادر التربوية خلال تظاهراتهم الاحتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة البصرة، اللي ما سووا شيء غير أنهم طالبوا حقوقهم المشروعة. خلونا نشوف. سيد علي أكون أول جاي تأتي في الموقف، أكون أول جاي تأتي في الموقف، أكون أول جاي تأتي في الموقف، أكون أصب أكون أول جاي تأتي في الموقف. سمعوني مع الأسف انمسحت بالعراق المقولة تقول قف للمعلم يوفيه التبجيل أكاد المعلم أن يكون رسولا. أريد أقول كلمة للمنتسب الأمني اللي يشتغل بالقوات الأمنية، والله عيب عليك، أنت مدى تضرب شخص عادي من المفترض. هذا المفترض إلى احترام المعلم، لأنه هذا دا يربي ابنك ويعلمه، وابن أخوك وابن جيرانك وجهال عائلتك وقرايبك وجوارينكم، حتى يطلع لك رجال بالمستقبل يفهم وتعتمد عليه. هذا المعلم اللي دا يزرع هسه إن كان بأي مرحلة من مراحل الدراسة ابتدائية متوسطة أو إعدادية، حتى يتأهل دا يدخل إلى جامعة أو كلية، والأستاذ أو الدكتور في الجامعة أو الدكتور الجامعي حتى يأهل ابنك بعد 4 سنوات أو 5 سنوات للدخول إلى مجال العمل. أما أنه يطلع معلم مسؤول عن تربية أولادك وأطفالك أو أطفال العراقيين ويتعامل بهذه الصورة، مع الأسف هذا الحال دا يصير عندنا بالعراق. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع تحديداً الأخير، وكان أول تعليق من فيسبوك عماد صبري يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المعلم اللي فينا عمره بتعليم وتخريج الطلاب، قطعة قاع ما ينطو أو قطعة أرض. حسن سعاد يقول اللي طالب بحقه يهان، بينما اللي ينهب البلد مصان، ألا ساء ما تفعلون. حكمة الحريشاوي يقول مع الأسف الاستهتار تعدي بالألفاظ ووصل إلى الضرب. وحسن النور يقول العيداني غير عادل بموضوع توزيع الأراضي، وقد استخدم هذا الموضوع لمصلحته الشخصية عبر المحسوبيات والولاءات. وكان هذا تعليق الأخ حسن، ومعنا اتصال من الفلوجة أبو عراق. حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي قناتك الحرة الشريفة الأصيل اللي تنقل معاناة الشعب العراقي. واجبنا. أستاذ أفل أنا بس نعم. أريد أسأل
بس أقول هاي القوات الأمنية جاية من غير دولة بين هذول يعني. يعني احنا نوبات نشوف الاسرائيليين لما يتعاملون ويا الفلسطينيين يتعلم، لكن ابن بلدك ومن منطقتك يتعامل ويا هيك ناس مثقفين معلمين ما شايلين شيء. انا والله عتبي على المحافظ. نعم. يعني انت المحافظ انت ما تطلع ما تقول يا عم ايش جاي تسوون انتوا، هذول ناس كبار، هذول ربوا اجيال خرجوا اجيال. يعني انت المنتسب يا الضابط يا غير انت مو متخرجت على ايد هذا المعلم، هاي جزاته؟ والله مع الاسف يا استاذ أفل، والله قلوبنا تشكك من تشوف هيك مواقف. نعم. بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. ليش ولكم ليش؟ وذولا ولد دينتكم ولد منطقتكم ليش تتعاملون وياهم؟ وهذا معلم افتهم يا منتسب كلمة المعلم شنو هو؟ تتعامل وياه بالضرب هيجي؟ والله مع الأسف يا أستاذ أفل ولو أطيل عليك. احنا يا أخي يا أستاذ أفل كافي نترجى من هيج حفالات هيج مافيات هيج عصابات هيج حرامية، نترجى منهم خير والله يكون خير ما بيهم. والله يعينكم يا أهل الجنوب، الله يعينكم والله يصبركم إن شاء الله. نعم. وأنا نعم. أشكرك. شكرا لك أبو عراق. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، لا نستغرب من هذه الحكومة الجاهلة، حكومة التزوير، حكومة الغش، حكومة الخداع. نعم. لا نستغرب أن تعامل المربي الذي يربي الأجيال بهكذا طريقة. السيد الكريم، لو كانت الحكومة من أهل الكفاءات لاحترموا التعليم، لكنهم يحقدون على كل كفاءة. المعلم والمدرس والأستاذ الجامعي هؤلاء مصانع لخروج الكفاءات، هم يريدون إفراغ البلد من الكفاءات باحتقارهم. سيد الكريم، نحن كتربويين في وزارة التربية العراقية نعاني من إحباط شديد في هذه الأيام. لماذا؟ لأسباب كثيرة، وهناك أسباب رئيسية، منها أنك تعطي الدروس وتؤدي واجبك في المدارس، لكنك عندما تذهب لمراجعة الأقسام والمسؤولين تجد حثالة القوم يكونون مسؤولين عن المربي الأجيال، وهذه طامة كبرى. مشكلة أخرى سيد الكريم، القوات الأمنية هي قوات منتسبة إلى وزارات فاسدة. نعم. وزارات طائفية، وزارات. نعم. متفسخة. فأخي الكريم، هؤلاء لن يحترموا أي مربي للأجيال. لماذا؟ لأنهم تعلموا على عدم الاحترام. وخطاب أخير لهذه الحكومة، أين نقدكم للنظام السابق الذي كان يحترم التربوي أكثر منكم؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك أبو سمية. مشاهدين الكرام، في كل بلدان العالم تحصل مشاكل، كل بلدان العالم تصير مشكلة بجهة معينة بقطاع معين، مثلا القطاع التربوي، القطاع التعليمي، سواق، منظفين، تصير. فتصير أكو تظاهرة مثلا إلى اللي يشتغلون بالمدارس في دولة ما، وتجي الحكومة تقعد وياهم شنو اللي تردوا، تظاهرة للنقابات في دولة ما، تظاهرة للعمال في دولة ما، شنو اللي تردوا، شنو اللي احنا نريده من عندكم، يوصلون إلى حل وسط وتنتهي الأمور وترجع الحياة طبيعية حال أي يوم طبيعي. لكن بالعراق احنا طلعنا لكم وسابقا طلعنا، عندنا موظفين آخرين همين دا يظاهرون، لأن المشاكل بالعراق مو بس التربويين، لا كل الوزارات وكل القطاعات اللي مجال العمل بها مشاكل. موظفين العقود بمحافظة المثنى عفوا، حالهم ما يختلف عن حال موظفي العقود اللي بالعراق، اللي يحلمون باليوم اللي يصدر به الأمر الإداري واللي يتعينون به بالدوائر اللي هم يشتغلون بها. ومثل على هذا اللي هو موظف بصفة عقد واللي يشتغل بدائرة صحة المثنى، واللي طلعوا بتظاهرات بمحافظة المثنى وهم يقولون بها عمي عينونا، عمي ضمونا، عمي ضمنوا تثبيتنا وخلونا بالملاك الدائم وأسماءنا ضمنوها بالموازنة الاتحادية سنة 2023.
الله يخليكم خلونا نشوف حقوقنا، لكن هذا حالهم. من داخل ردهد شعب الطوارئ في مستشفى الحسين، نفس الرسالة كاتب لها محافظ المثنى ومدير عام صحة المثنى وكذلك الأخوة النواب. هذه اليوم مظاهراته، وهذا يشوفون الإخوان اللي انكسرت إيده واللي انضرب بوجهه واللي براسه، وما نعرف بعد نتائج مشينه من بعد التحقيق، لكن احنا اليوم نبعث رسالة عتب للأخوة في مجلس النواب والسيد المحافظ. هذا أولادكم فقط جايين يطالبون بحق واحد، واللي هو تحويلهم على قراءة 315، وقضيتهم جدا سهلة، لكن انت اليوم لا توصلت ويانا ولا جيتنا. احنا ولدك وصار نخدم بهاي الدوائر اكثر من 15 سنة. طبعا للعلم رغم الظروف ورغم المعاناة اللي شفناها بساحة القضاء حاليا، لحد الان احنا مستمرين بالعمل، وجاي يشوفون الاخوة في داخل مستشفى الحسين وباقي المستشفيات مستمرين بالعمل. لكن احنا من بعد هذا اذا ما تحقق مطالبنا، احنا مستمرين بالتظاهر والاعتصام بدون اي انقطاع الا اذا كان اكو تعاون ويانا. قبل ما نكمل باقي المقاطع ونقرا التعليقات، عندنا اتصال ابو علي من الديوانيه، حياك الله. سالفه سالفه شلونك؟ من الناصريه، عفوا اعتذر منك ابو علاوي، هلا وبيك اخوي. الله يسعدك، مشتاقين حاكم شابك، شلونك حبيبي؟ ويسعدك يا قلبك. هو المساله، شوف ارد خدمك اني. اي. المظاهره السلميه ما تفيد. انا اقول لك ذولا، يعني انا اقول لك مال الفاله والمقوار، يعني هسه الفاله والمقوار يعني راحت وياهن، هسه يمشي عندهم الدولار. نعم. هسه يعني ذولا اللي يقلد السدور، واللي يقلد السستاني، واللي يقلد اليعقوبي، واللي يقلد ما ادري شنو، يعني شلون التكاكين، يعني شعب متخلف، يعني يضحكون عليه غسل الدماغ، يعني يغسلون، يعني زي شفنا يطلع امام المهدي والكلاوات، هاي خرافات. عمي انتم نايمين شلون اللحاف؟ نعم. يعني هاي حكومه حقول، هاي حكومه طفول، مال يعني شايف الحيوانات، ما احترمت لك الشعب، خله يقوم عمي، كله يقوم، ما يفيد، لا تفيدهم امريكا ولا ايران تفيدهم ولا اي واحد يفيدهم. هذول ناس حراميه همجيين متخلفين، يختالون بالناس، يقتلونه جوعان، يقتلونه ويندعون بالمقاومه. المقاومه عمي ما تقتل البشر، المقاومه الدافع للجوعان، تصير خادم للجوعان. هذول الصخور مو حكومه. انا اقول خلي الشعب يقوم حتى لا يموت عمي، حتى لا الفار والمقوار. نعم نعم. اقوم عليهم ذولا زين، هم وايران ذولا ذيوله، يعني شنو الشعب نايم؟ ماكو. شوف السلميه ما في يوم. نعم. شوف من 2003 انا الظاهر اجوا لي الميليشيات زين، ما قتلوني، عرفت؟ زين اجوا عليه التمنين وما ادري شنو، وطيت عنواني غلط، عرفت؟ انا ما اخاف من الميليشيات، الله وكيلك، ما قالي انا دافع عن نفسي زين، عندي سلاح دافع عن نفسي زين، خليجيني ماكو زين، بجي الميليشيا لها ورجال يجيني بوك بالمطور، عرفت؟ انا اطلب من الشعب خليه يقوم حتى لا يموت. شلون فاله والمقوار؟ بس عمي غسل الدماغ. هسه عندك شوف الفساد والدعاره والتواصل والمخدرات، البنيه تكبسل، انا شايف ما شايف البنيه تكبسل بالشارع ابوه، يعني انت شيء عجيب هذا. عمي خلي يقوم، هذا الشعب ليش نايم؟ شلون هسه مصر؟ نعم نعم. مصر مو غيرت، شنو الفرسي؟ انت تاخذ حجك من هناك، لا، ياخذ اوامر من ايران، من هذا الشيطان زين الخامنئي، هذا الشيطان، هذا الشايب، هذا الخبل، هذا الخامنئي الخبل، هذا خبل شيطان، ما يفهم، هذا انسان متخلف. عمي ناس ماقيران، ناس متخلفه، الله وكيلك، لا يعرفون الدين. هسه هاي دول الخليج عبان فاهمين زين. نعم. شكرا لك ابو علي من الناصريه. ونرجع الى قضيه التظاهرات، كان من المفترض ان يدخل ويانا ابو علي من بغداد، انقطع الاتصال وياه اثناء اتصال ابو علي من الناصريه. اذا عندك شيء ابو علاوي ارجع لنا مره ثانيه. مشاهدينا الكرام، طلعنا لكم هنا التظاهرات، الكوادر الصحيه دائره صحه المثنى، نبقى بنفس التظاهرات، وهنا راح نسمعكم موظفي العقود بدائره الصحه بالمثنى شنو اللي قالوا، شنو هي معاناتهم وشنو مطالبهم، اللي هي عباره عن مطلب واحد بس، انه يتحول الموظف من موظف عقد ما الى اي حق
وما إلى أي حماية، إلى موظف على الملاك الدائم يتمتع بكل الحقوق وأكو شيء يحميه هو وأهله وأولاده، خصوصاً حق التقاعد، واللي لازم يتمتع به أي موظف. ومطلب الأخ اللي هو إنهاء التسويف الحكومي المطالبهم. هاي التظاهرة حالها حال تظاهرة البصرة، أكيد القوات الأمنية لازم تكون لها نفس البصمة. القوات الأمنية خو ما تعرفهم، لا هم أنا جوي مزنعرين عليهم، اعتدوا عليهم. يعني قوات الأمنية لازم تحافظ على الأمن، أوكي احنا متفقين على هذا الشيء، وإحنا وياهم بالحفاظ على أمن العراق، الحفاظ على أمن العراق. بس واحد دا يطالب بحقه وما مخالف القانون و تحديداً الدستور اللي هم يتبجحون به واللي يضمن حق المواطن بالتظاهر، لأي شيء التظاهر السلمي اللي دا يصير ليش تعتدي عليه؟ لا تعالوا أوقف يمه وحافظ على أمنه وأمن البلد بنفس الوقت وإحنا وياك. بس ليش تزرع ثغرة بينك وبين الشعب وأنت من المفروض سور للشعب وأنت من المفروض السد اللي يحمي الشعب واللي ينتجي عليك المواطن مو العكس؟ خلونا نشوف. لبس أسود درع خوذة شال عصاية بإيده ودرع ثاني يحميه قدامه طز بالعالم. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من سند فهد رباد يقول: الاستثناء مطلبنا الوحيد، انصفوا استقطاب دائرة الصحة المثنى وتحويلهم على قرار مجلس الوزراء رقم 315 وضمهم على موازنة الاتحادية لسنة 2023. علي المسافر يقول: أصحاب حق، وللأسف الشديد لا أحد يطالب بحقهم من محافظ ونواب. ساجد سعد يقول: القوات الأمنية اليوم كانت مع الظالم على المظلوم وغير مهنية، يضربون ناس سلميين عزل. وحسين كريم يقول: أنصفوا هذه الشريحة المظلومة. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. وعندنا اتصال أبو علي من بغداد، حياك الله. ويسعدك سالي. ويسعدك استاذ عزيز. اولا هاي احنا ذاك اليوم طلعنا من مظاهرات وضربونا على السفاره السويديه على مود تدمير هذا اللي احتلال القران. هم القوات الامنيه ما عندهم لحيه مسرحه، قلنا لهم يا احنا ما جايين للاذيه ولا جايين شيء، جايين نقوم بعمل. ضربوا خطيه واحد من قناه الوانصانه، ضربوا الكاميرا مالته ام ويانا، ما عندهم لحيه مسرحه يا احنا ناس مسالمين. قالوا يضربونا بالهراوات، هاي شغله يعني عاديه صارت بالنسبه للعراق. وبالنسبه للي هذا قبل شويه المتكلم يحكي لك ويحكي لك علي امام المهدي، فاستاذ افل انت يعني هاي ترى تمس عقيده الناس، احنا ناس شيعه فما نتقبل. اذا لا هو حكى على الخامنه يا اخوي العزيز، انا سمعت اتصاله. استاذ اذا عندكم محترمه وانا احترمكم. ابو علي حكى على خامنه، ما جاب طاري مذهب او مو لا علي امام المهدي قال ذول عقيده خرافيه. انت شنو انت انسان تافه، لو مو تعرف ما تتحدث بي. انا اعتذر منك ما سمعت هالكلمه ابو علاوي. ابو علاوي الامام المهدي ابو علاوي انا اعتذر منك لانه
أنا أعتذر منك لأنه ما سمعت الكلمة، لو سامعها كان رديت. ما أسمح ما أسمح بأنه يصير بالتأكيد بالتأكيد وياك بالتأكيد وياك، وأرجع أعتذر من عندك ما سمعت الكلمة، لكن هو حكى على على خامنئي أتذكر هذا الشيء. ما عليه هاي شغلة تخصه، ما عليه هو حكم واحدة لا تقدم حكايته ولا تأخر. طيب هذا حكاك الكلاب تنبح والقافلة تسير، فالمفروض إنه على الشغلات هذا احترمكم أستاذ محمد، إحنا قناة هاي محترمة وأنا من زمان متابعكم وأتصل بكم. ونعم منك ونعم منك ونعتذر منك وتتدلل. أعزاء علي وانتم اخواني والله تدلل تدلل تدلل، اعتذر منك وتدلل اخويا. شكرا لك ابو علي. الكل يعرف اللي صار بمحافظه ديالى، جريمه بشعه بكل معنى الكلمه، والتداعيات اللي صارت وراء هذا الشيء بمحافظه ديالى وغيرها، وشنو ردت فعل الناس اللي تشتغل بالمجال الصحي، وهمينا باقي ابناء الشعب العراقي. اليوم عندنا بالفيديو اللي راح نطلعه بعد شويه وقفة احتجاجية إلى الكادر الصحي اللي يشتغل بمستشفى الفرات العام بالعاصمة العراقية بغداد. استنكروا بهاي الوقفة عمليات الاستهداف اللي تواجه الأطباء العراقيين، وآخرها جريمة الاغتيال اللي صارت بمحافظة ديالى واللي راح بسببها الدكتور أحمد طلال المدفعي. خلونا نشوف. بأشد عبارات الأسى تجلب وتستنكر جموع أطباء دائرة صحة بغداد الكرخ الاعتداء وهذه الجريمة التي طالت قامة من قامات الطب في العراق بشكل عام وفي محافظة ديالى بشكل خاص، الدكتور أحمد طلال المدفعي، حيث تمثل هذه الجريمة النكراء وهذا الاعتداء الغاشم تهديدا لجميع الملاكات الطبية الذين ضحوا وقدموا الكثير من العطاء الصحي والإنساني في جميع المحافل الاجتماعية والعسكرية، وما جائحة كورونا عنا ببعيدة، فهم جيشنا الأبيض الذي لم يجد الاهتمام مطلقا وبقى يقاتل متسلحا بحب الوطن والمواطنين. في الوقت الذي نجلب ونستنكر هذه الجريمة النكراء وهذا الاعتداء السافر، نطالب الجهات الأمنية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء وجميع القيادات بالإسراع والكشف عن هوية الجنات لينالوا جزائهم العادل، ولتوفير الحماية إلى جميع الملاكات الطبية للحد من هذه التصرفات الدخيلة على مجتمعنا ومنع تكرارها. هاي الوقفة الاحتجاجية هاي بغداد. عندنا وقفة ثانية سواها اللي يشتغلون بمستشفى الطفل المركزي التعليمي همينا بالعاصمة الحبيبة بغداد، احتجوا بها واستنكروا على اللي دا يصير بالعراق من عمليات استهداف تواجه معظم اللي يشتغلون بالدوائر والمؤسسات الصحية العراقية. آخر هالشي جريمة اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي، وطالبوا أن يتم تفعيل قانون حماية الأطباء بالعراق. تفضل. تمثل هذه الجريمة النكرة وهذا الاعتداء الغاشم تهديدا لجميع الملاكات الطبية الذين ضحوا وقدموا الكثير من العطاء الصحي والإنساني في جميع المحافل الاجتماعية والعسكرية. يقف أطباء مستشفى الطفل المركزي وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية. نبدأها بقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد الدكتور أحمد طلال. هذه الوقفة الاحتجاجية، نطلع من العاصمة العراقية بغداد ونروح إلى هنا نلقي الأطباء والكوادر الصحية والممرضين اللي يشتغلون بدائرة صحة محافظة المثنى. هم همينا كانت عندهم كلمة بوقفة احتجاجية بمستشفى الحسين بالسماوة، استنكروا بها اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي، وطالبوا أن تتم عمليات الكشف عن الجناب محافظة ديالى وأن يتم تقديمهم للقضاء وأمام أنظار الناس. خلونا نشوف. يقف اليوم وفي هذه اللحظة جميع طبيبات وأطباء العراق في كل المستشفيات والمراكز الصحية ودوائر الصحة ومقر الوزارة وحيثما وجدوا ليصرخوا بوجه القتلة والعصابات الإجرامية التي قتلت بدم بارد زميلنا الطبيب الاختصاص الدكتور أحمد طلال رحمه الله في محافظة ديالى بدون ذنب أو سبب. فكان الطبيب وما يزال يدفع ثمن النقص بالمستلزمات وتردي الوضع الأمني والابتزاز والخطف والقتل، غلق كافة العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية باستثناء علاج الحالات الطارئة في المستشفيات الأهلية، لإيصال رسالة إلى ولي الدم وكافة المعنيين بالتحرك الفوري
لكشف القتلة والقصاص منهم وحماية الأطباء وتوفير بيئة عمل صالحة لهم. نانا بالمثنى، بعيدا عن اللي يشتغلون بالمجال الصحي بالمستشفيات والمستوصفات وغيرها، وصل التضامن ويا حادثة اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي إلى المدارس بالعراق. أكثر من مدرسة بأكثر من محافظة عراقية صارت بها وقفات احتجاجية لطلبة المدارس، أدانوا بها عمليات الاستهداف اللي صارت بالضد من الأطباء والجرائم، ومقطعنا هنا بينا لكم بهذا الشيء بنموذج اختارينا لكم من الوقفات الاحتجاجية بعدد من المدارس بالعراق. استنكروا بهاي الوقفات جريمة اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي واللي صارت بدياله. خلونا نشوف. تضامننا مع أخواننا أطفال حاضيالة بعد الاعتداء السافر على الدكتور أحمد طلال المدفعي الذي ارتقت روحه الزكية إلى خالقها على أيدي خفافيش الظلام. وبهذه المناسبة الأليمة وبقلوب يعتصرها الألم نعزي عائلة الشهيد المغدور الدكتور أحمد طلال المدفعي وكافة الأخوة أطباء المحافظة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ونعلن عن وقفة تضامنية احتجاجية. نقف اليوم وقفة تضامنية، نستنكر ونجلب وندين بها الأعمال الإرهابية من أجل زرع الرعب والخوف بين أبناء هذا الشعب العظيم. طلاب مدارس بالعراق تأثروا وتفاعلوا ويا الموضوع، والجهات الأمنية تتفاعل بغير طريقة، والجهات السلطوية السلطة يعني والأحزاب وميليشيات ما لها علاقة بالموضوع. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واختارنا لكم بعض التغريدات من منصة تويتر. المحامي محمد جمعة يقول: اغتيل الدكتور أحمد المدفعي في دياله من قبل جماعات مسلحة. أقارب الدكتور يعرفون الفاعل، أهل ديالى يعرفون الفاعل، الحكومة وحدها لا تعرفه. أطباء العراق اليوم جميعا علقوا عملهم وأغلقوا عياداتهم الخاصة من أجل الكشف عن الفاعل، مع ذلك الحكومة ساكتة صامتة. بالله عليكم كم دماؤنا رخيصة عندكم. محمد القيسي: بعد حادثة اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي في ديالى، مصدر طبي يكشف أن 4 أطباء آخرين تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية. خالد غرد يقول: العالم يؤسس منظمات أطباء بلا حدود لتقديم المساعدات الطبية لمحتاجيها، وحكومتنا تدعم مجرمون بلا حدود لإسكات وتهجير ما تبقى من كفاءات. محمد شفيق يقول: كل التضامن مع أطباء العراق وهم يحتجون على اغتيال زميلهم الدكتور أحمد طلال في ديالى. استهداف الأطباء مسلسل خطير لم يتوقف طيلة 20 عاما وأهدافه واضحة. كانت هذه التغريدات من منصة تويتر حول قضية اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي، واللي صارت بيد اللي صارت عفوا بمحافظة ديالى على يد أهالي وأقرباء المغدور، يعرفون علي من بيد من صارت هذه الجريمة. أما السلطة واللي تسمي نفسها حكومة على يد مجهولين. أبو عمر من الناصرية، حياك الله يا أبو عمر. ألو. ألو. ألو أبو عمر، أسمعك. شلونك عمي أسهل؟ هلا بيك يا الغالي. شلون صحتك؟ هلا بيك. يا بعد يا ربي. طبعا بالنسبة يا دكتور، هم هي ساعتين بين عمي. نعم. هم ما خلوا لا ما
هم دكتور، قاضي، محامي، هم كيفهم؟ هم عندنا مثل احنا يقول لك يقتل الميت ويمشي بجنازته. هاي والله مطبق عليهم هم. هاي من الاشياء القذره، لان هم قذرين عمي. هاي من الاشياء القذره. كنت جاي تسوي؟ كنت جاي تسوي؟ كنت جاي تسوي يعني شنو؟ اهم شيء ايران، يعني جاي تفتحها ايران. هم ذولا بيجي ايران. ذولا من الاشياء بيجي ايران. ولا ايران شكلهم جاي يطقون بالعراق، جاي يطقون على المواطن العراقي. نعم. يعني ينهون الشعب العراقي. سمعت عني اسال؟ نعم اسمعك. زين؟ هو يكفهم دكتور، يكفهم قاضي، يكفهم معلم. عمي ذولا من الشياط، ذولا من الشياط، والله العظيم، والله العظيم، يعني ذولا كارثه. يعني كارثه ذولا، وذاك اليوم هاي مال مال المؤتمر مال بغداد. مرة رأس البرلمان هذا اليمني يجي، هذا هم مسكين اليمني ما يدري، هذا قاعد والماء جاي تحت رجليه، هم دول جاي يدعمون الحوثيين، جاي ولا دول كل البلد فيهم عمي، نعم. كل البلد فيهم عمي، خلوا يا دكتور يا تعليم يا زراعة، هو الشط تعال شوفوا عبر يعني عبر فوت عبر الشط، نعم. جاي ولا بس أنا من الله اقول والله والله العظيم يعني احنا اهل ثوره تشرين الناصريه احنا لكم بالمرصاد طال الزمن قصر الزمن احنا وراكم والله العظيم والله العظيم وما نسكت ان شاء الله تروح عليكم ثوره عارمه والله العظيم من طيح حظكم بالشوارع والله يطيح حظكم ما تستحمون لان انتم جوله وسفله يعني ابد نعم شكرا 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 لك ابو عمر شكرا لك. دائرة المرور العامة اللي من المفترض انه هي معنية بسلامة الطرق، محاسبة المتجاوزين، الحفاظ على الشارع، مساعدة الناس، حفظ الأمن، ترتيب أمور الناس بالازدحامات، طبعا هذا الشيء تشوفوه بالأفلام وتشوفوه بالدول الأوروبية ودول الخارج وحتى دول الجوار، لكن بالعراق بالأحلام. الناس ماذا تحس بهالشي؟ لا هم عندهم غير شيء. ولهالسبب الظاهرة وأهالي الناصرية بمحافظة ذيقار بالضد من مديرية المرور العامة بالمحافظة بسبب الغرامات العشوائية، بسبب الغرامات اللي هم وصفوها أنه هي غرامات معادلة، بالضد من أبناء المحافظة على حد ما هم قالوا. هذا كله يجي ويا انعدام ادنى مستويات الخدمات بالمحافظه. خلونا نشوف. طبعا اليوم احنا جاي نطلب هذه الغرامات حق المواطنين. اغلب مجتمعنا في محافظه ايقار يعني احنا تقريبا نسبه البطاله عندنا نسبه الشغل 45% زين. انت من تجي لهنا جاي تغرم هذا اللي على باب الله، جاي تغرم هذا اللي جاي بوالدته للدكتور، جاي تغرم هذا اللي واقف واللي صاعده مريض، يعني غرامات ما انزل الله بها من سلطان. رساله موجهه الى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. ما يصير يعني انا رايح للمقبره لارحامي ما اشوفهم الا غرامه على السياره 50، والمصيبه الكبرى مدير المرور مال العراق اللي هو طارق اسماعيل حسين. يعني يطلع من خلال القنوات الفضائية ويطالب بالضغط على مديريات المرور في المحافظات يقول لهم شنو الخمسين؟ أنا ما أريد 50، أريد أن تجيب لي 70، تجيب لي 100. زين هاي العالم عندها 24 ساعة بنوف تجيبها وتطيق هاي الغرامات اللي تقطعها بما أنزل بها الله. ما يصير هذا الحكي. إحنا من محافظة ديقة نطالبك كرئيس وزراء أن يتوقف هذا المشروع اللي هو إجحاف بحق المواطن ككل بالعراق. أنت لو تريدنا أطبق القانون أطبقه لك، وأنا حاضر لأن أنا القانون فوق الجميع. بس مالك أنت تجي وتستباح هاي المواطنين وتجبره وقص. وهسه حاليا جاي نشاهد إحنا ما نحمل الناس هنا شرطة المرور أو مدير مرور الناصية الحملة، لا ما نحملهم، نحمل مدير مرور العراق هو اللي يتحمل هاي الجريمة بحق مواطنين الناصرية. القانون فوق الجميع اللي قالها الحجي، نعم احنا ويا القانون. اللي خالف غرمه حاسبه، سوي اللي تسويه حتى تحافظ انه غيره ما يسويها وهو ما يسويها مرت الاخ.
بس إذا واحد ما مخالف وأموره سليمة وسياقته قانونية وماشي كله طبيعي وتخالفه، أرد أسأل من المخالف هنا؟ المواطن لو الشرطي؟ إحنا ويا القانون والقانون فوق الجميع، يعني المسؤول يتحاسب والمواطن يتحاسب. هنا بهالحالة اللي راح يحكيها بيها الناشط هنا راح تعرفون أنا إيش دا أقصد. هذا بمحافظة النجف وحكي عن ظاهرة خطيرة دا تصير بالمحافظة، إنه أكو شرطة دا تقطع وصولات بيها غرامات لسواق السيارات حتى إذا كانت أوراقهم سليمة، حتى إذا كانت إجازة السياقة سليمة وقانونية وموجودة، وحتى إذا كانوا ما مخالفين القانون. خلونا نسمع. دول الضباط اللي يسوقون دوريات أو دول المفوضين اللي موجود عند حضرتك اللي جاي تعطيهم دبالق مال وصولات، هذول تريد من عندهم عدد لو هم من ذاتهم زين؟ هذا الموظف الضابط أو المفوض من يستخدم أكثر عدد الوصولات إلا نسبة، وأنا جاي أشوفهم كاتين رواحتهم أمت عيني جاي ينظمون السير وإشارات مرورية وأنفاق عندنا وجسر حديد وعلامات مرورية، كل شيء عندنا الحمد لله، ما عندنا فساد، ما عندنا سرقات القرين. جاي تقول له لو تبيع أو لو تقص وصولات للمواطن لا لا والله تتعاقب، يا أما اللي جاي يقص الوصل هو مستفاد، يا أما أنتوا جاي تجبروهم، واحدة من الاثنين. سيادة المدير عندك علامات مرورية تجبر بيها السائق المركبة إذا كان هذا الشارع الواقف بي ممنوع الوقوف، ما عندك كل علامة مرورية تقصون وصولات للناس ليش؟ اليوم أحد المواطنين قاصيله وصل لأن ما عنده إجازة سوق. اسمع الطامة الكبرى، الولد ايش قال له؟ قال له وين إجازة السوق مالتك؟ قال له والله ما أدري، يمكن أنا ناسيها بالبيت. راد يكتب علبة، قال له بابا هاي الإجازة مالتي مال السوق. قال له والله أنا آسف. قال له ليش؟ قال له أنا كتبت أنا ما أقدر، لأن أنا كتبت الوصل حتى لو أنت شايل الإجازة مال السوق، هاي الوصل صار عليك 50,000، وهذا الولد كاسب يشتغل تاكسي يا سيادة المدير. اللي حكاه الناشط هنا كفر بكل القوانين، يعني الشرطة اللي موجودين بالعراق حسب هذا الفيديو اللي سمعناه قبل شوية لا عندهم قانون، لا عندهم مرجعية، لا عندهم شيء نهائيا. الشرطة هنا عنده دفتر، هذا الدفتر إذا ما خلصه يتغرم، ما أدري شنو، مثل ما قال ما أعرف شنو، والله إذا عندك إجازة إذا ما عندك إجازة أنا آسف كتبت شطبة جرت قلم فوقها وفضها، شنو أنا أعتذر منك؟ ومن المفترض انه اللي انقص له وصل وعنده اجازه السوق ولقاها بعد فتره يروح يشتكي على الشرطي. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق ويانا من صفاء زوين يقول فوق ما الشوارع خربانه وتراب صعد لخشومنه ابو المرور يركض ورا الفقير. عفوا سيف الموسوي يقول قبل فتره ابو المرور سوالي غرامه ب 40,000، يا بخير مو حتى سياره طابقه بمكان انتم مخصصينه؟ قال لي خويا والله مو بيدينا الامر، لازم كل يوم نخلص هذا الدفتر، واذا ما خلصناه ينخصم من راتبنا ونتعاقب. ادري دفتر شنو هذا حتى يخلصه، مو بس بالنجف، بكل محافظات الوسط والجنوب. خلاني احس انه هذا دفتر مذكرات الشرطي المرور بالشارع. هاشم البعاج يقول إضافة إلى ذلك غرامة تسجل على صاحب السيارة دون علمه وبعد سنة تعرض في موقع الغرامات متضاعفة إلى 400,000 دينار ولا يعرف صاحب السيارة سببها، والآن عليه أن يدفع هذه الغرامة الباهظة حتى يجدد السنوية. شر البلية ما يضحك. علي البكاء يقول حكومة فاسدة، والله لو سيارة مضلل ما يحجيهم قدرتهم على الفقير. وكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. وأبو عمر من بغداد حياك الله. حياكم الله أستاذ أفل المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. نعم. أستاذ أفل، إحنا مديرية المرور العامة اللي موجودة ببغداد والمحافظات، مع احتراماتنا لإخوان المرور واحترامنا لضباطنا، أكل بعض من عندهم من الضباط ومن المتسبين اللي موجودين عندنا ببغداد والمحافظات، اللي هم يدعون بانه دوله وبان ممنوع التعدي عليهم، لكن للاسف اللي قاعد نشوفه من اخواننا ضباط المرور اللي ببغداد وبالمحافظات
اكو امور عندنا اللي نسمعها من ابناء شعبنا ومن ابناء ناسنا واحفادنا اللي نشوف انه المواطن العراقي يعني مظلوم من قبل نعم 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 ايضا هي ما تختلف من احزابها وناسها اللي يقضون بالشعب بس هذول بطريقتهم بطريقه القانون ياخذون اموال لانه غير مشروعه على المواطن يعني اكو ناس عندها ما ماشيه مناطق او ما رايحه المحافظه ويراسه من يبيع سيارته او يكون يسوي تحويل عنده الى انتقلت ملكيه الى شخص اخر يبقى عليها غرامات لانه ما واصل هاي المنطقه ما واصل هاي المحافظه نعم معلوم نعم اشتكت هواي على هذا الموضوع اشتكت بهذا الموضوع لكن للاسف مديريه المرور العامه ما اعطت الجواب فيقولون انه خطا يكون في هالمكان او خطا بالرقم فهاي الامور يعني ما ممكن انه مديريه وعندها حسابات وعندها ناس يعني كتاب يخطئون هاي الامور هاي الامور لازم المفروض انه محاسبتها وعدم انه تكرارها يعني اكثر عندنا الناس اللي عندنا ناس يحولون ملكياتهم غرامات عندها احيانا توصل للملايين وهي سيارته نعم. يعني شكرا واعتذر منك ابو عمر بس راح يدركني الوقت شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام على السريع راح اقرا التغريدات الموجوده وياي عندي اربع تغريدات نحكي بها عن الافراج الشرطي للمحامي دريد اللي فضح فساد احد السياسيين او الشخصيات المتنفذه على فيسبوك وانحكم سنه بمحافظة ميسان أول تغريدة على هذا من مصطفى شاسب إخواني وأخواتي مساندتكم لقضية المحامي دريد هي واجب إنساني وطني أتمنى لا تهملوا هذه القضية فاطمة تقول الناشط دريد نشر في الفيسبوك عن فساد أحد الشخصيات المتنفذة في ميسان صدر الحكم عليه بالسجن سنة قضى دريد من المدة 9 أشهر ظلما وبهتانا نطالب بالإفراج الشرطي عنهم علي زهير يقول دريد ناشط من أهالي ميسان وقف ضد الأحزاب الفاسدة في مدينته نظم لأكثر من مرة وقفات احتجاجية طالبنا بحريته قبل 6 أشهر بحملات شعبية بإيقاف الملاحقات بحق الشباب لكن لا حياة لمن تنادي النفوذ الحزبي وقوة السلاح لها كلمتها في العراق والدنيا حلواني تقول مساندة قضية المحامي دريد هو واجب إنساني ووطني وكانت هذه التغريدات على هاشتاغ الإفراج الشرطي للمحامي دريد مشاهدينا الكرام عراقنا الحبيب بهواية مشاكل وكنا نعرف شنو أسباب هاي المشاكل لكن الحلول يمنو وين هي هذا كله ما حد راح يقدر يعرفه غير أبناء العراق غير شعب العراق فإذا القضية بيديكم أنتم نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باجر في أمان الله.